السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ أم فايزة. اليوم غنوريكم الطريقة ديال العسل المنزلي. ما كياخدش يعني بزاف ديال الوقت، وما فيه يعني ما فيش يعني مكونات، كتكتفي يعني فقط يعني بالماء والسكر والحامض والقرفان. بداو بالمقادير على بركة الله. بسم الله، يعني في كوكوت او طنجره الضغط. انا هنايا غادي ندير 2 كيلو ديال سنيده، وغادي ندير اطرو ونص ديال الماء، وغادي نحرك مزيان. بالنسبه للناس يعني اللي عندهم يعني السكر قالب، يفزقوه ويخليوه يعني يبات ليله كامله، يعني يحاولوا يفزقوه من الفوق باش يذوب كامل. وبالنسبه يعني المكونات اللي غادي نضيف هنايا، غادي ناخذ يعني لي باموس، او ناخذ يعني توب ديال الحياتي نقي. انا هذا لي باموس هادي شريته يعني غير على ود العسل. هنايا قطعت هنايا حامضه كامله، ودرت فيها معلقه كبيره ديال القرفه، وغنسد عليها مزيان باش داك الحامض والقرفه ما يخرجوا لياش في وسط العسل، باش يعني تبقى لي ديك العسل مصفيه مزيان. من بعد ما يعني غنسدها مزيان، غنضيفها يعني مع داك السكر والماء، وغنسد عليها الكوكوت لمده ساعه. نسيت وزدت عليه شويه الملح، سمحوا لي. بعد ما وجدت العسل ديالي، دابا هنايا كتبان لكم خفيفه حيت مازال سخونه، راه منين كتبرد صراحه كتجي بحال اللي كتبع تماما، يعني كتجي ثقيله، يعني غير نخليو لها الوقت باش تبرد. وبالنسبه يعني يمكن لكم يعني تضيفوا لها حتى القشور ديال الليمون، وتضيفوا لها العشوب يعني الا بغيتوها على ود الماكله، ولا يعني على ود شهوات اخرين. انا عصرت يعني ديك الشيء ديال سميتو الحامض مع القرفه، عصرته مزيان، وغنزيدو يعني على ديك العسل اللي في وسط لاكوكوت، وغادي نخليها تبرد. من بعد نوريكم الشكل ديالها النهائي بعد ما كتبرد. هذا هو الشكل ديالها النهائي بعد ما بردات. كنتمنى البنات الى عجبتكم الوصفه ديروا لي ابوني وديروا لي جيم. وصراحه ما كرهتش التشجيعات ديالكم اكثر، وشكرا على الدعم ديالكم. شكرا يعني شكرا 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 بزاف، وبالصحة والراحة. وإلا جربتوها وعجبتكم خليوا ليها التعليقات ديالكم.